بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، ثم قول المصنف: ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. نعم، هذا تفصيل في تفضيل البشر على الملائكة. البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من البشر، اختلف فيه العلماء. الراجح هذا، يعني فيه تفصيل. رسل البشر، المرسلون من البشر، هم أفضل من رسل الملائكة. أما سائر البشر ليسوا أفضل من رسل الملائكة. سائر البشر يعني غير المرسلين ليسوا أفضل من رسل الملائكة. نعم. ثم ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، هذا الذي قال رسل الملائكة أفضل من عامة البشر. عامة البشر أفضل من عامة الملائكة. ثم ماذا دليله؟ نعم، هنا ذكر عامة البشر أفضل من عامة الملائكة. من المراد بالعوام؟ جميع الناس؟ لا. والمراد بالعوام ما سوى الرسل من أتقياء المؤمنين. من أتقياء المؤمنين، الأتقياء هم المراد هنا بعامة البشر، وهم أفضل من عامة الملائكة. أما العساة فلا يفضلون على الملك أصلا. العساة لا يفضلون على الملك أصلا. نعم. فإذا من البشر من هو أفضل من الملائكة، من هو مفضول من الملائكة، هكذا تفصيل. أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع، بل بالضرورة. هنا إجماع. والدليل الأول فلا، يعني هنا أن المراد فبالإجماع بل بالضرورة. أما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة فعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه. هناك أدلة أخرى. الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعليم والتكريم بدليل قوله تعالى حكاية: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هذا حكاية، قال الله تعالى هذا الذي كرمت علي. إذن هذا السجود كان على وجه التكريم والتعليم، فالملائكة المأمورون بالسجود لسيد البشر ومأمورون بتعليمهم لسيد البشر وتكريمهم لسيد
ليه؟ ليه أبي البشر سيد البشر؟ لا، ليه أبي البشر آدم عليه السلام؟ فالملائكة مفضولون عن آدم عليه السلام. نعم. كذلك حديث قوله تعالى أيضا: وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومقتضى الحكمة الأمر للذين بالسجود للأعلى دون الأكسي. نعم. فإذا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا كيف يدل؟ يعني الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام أبا البشر، وأمر الملائكة وكان منهم إبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام تعليما، فإبليس أنكر على الله تعالى واعترض عليه بأنه أفضل من آدم هكذا. فإذا هذا الاعتراض يستقيم لو كان الله تعالى علم آدم عليه السلام. نعم. ثم الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الله، أن القصد منه إلى تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة. نعم. ثم أن الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة، وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعليم والتكريمان لأجل العلم. ثم الثالث قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله تعالى قال: اصطفى هؤلاء المرسلين على العالمين، والملائكة من جملة العالم. فإذا هؤلاء اختارهم الله تعالى حتى على الملائكة. ثم وقد خص من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة. فإذا هذه الآية يعني الدليل الثاني يقتضي تفضيل عامة البشر تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر، لكن هذا استثنية. وقد خص من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر، وهذا يقتضي تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة. لماذا؟ هناك قال آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. فإذا من آل إبراهيم ومن آل عمران منهم عامة البشر، فهذه الآية تقتضي فضلهم على رسل الملائكة، لأن الملائكة رسلهم وغير رسلهم جميعهم من العالمين. إذن هذا استثنية، فبقي معمولا به فيما عدا ذلك. نعم. ولا خفاء أن هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالأدلة الظنية. نعم. هذا إشارة إلى جواب عن شبهة تتعلق بالاستدلال بهذه الآية، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. لو كان هذه الآية يخص منه عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة، فالآية ظنية، بعد التخصيص النص يكون أو العام يكون ظنية فقط، يبقى ظنية كما ثبت في أصول الفقه. فإذا كيف يستدل بهذا الدليل الظني؟ هذا هو شبهة وأجابة. هذه مسألة ظنية، مسألة تفضيل، هذا مسألة ظنية، الفضيلة ظنية ليس قطعية، يكتفى فيها بالأدلة الظنية. ثم الرابع أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية
مع وجود العلايق والموانع من الشهوة والغلب وصنوع الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات. ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل بالإخلاص فيكون أفضلها. نعم، الملائكة معصومون، ليس عندهم شيء من الشواغل والارتباطات والأعمال والموانع والعوائق، ليس عندهم شيء، بل هم فارغون. الله خلقهم الله سبحانه وتعالى على الفراغ، ما شغلهم بشغل بل هم فارغون للعبادة. لكن الإنسان ليس كذلك، الله خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلق الله تعالى جنس البشر مع الموانع والعوائق والأرائق يعني الارتباطات كلها، كذلك غرائز كثيرة من الشهوة والغلب وهكذا كثير، كلها موانع من العبادة. ثم هذا الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية كيف مع وجود هذه اللوائق، يدفع هذه اللوائق، يحارب اللوائق ثم يحصل، فإذن هذا يكون عند الله تعالى أكثر ثوابا وأفضل كثيرا. نعم. ثم حينما قال أولا: أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع بل بالضرورة. ما معنى بالضرورة؟ يعني الملائكة معصومون، وهذا عامة البشر ليسوا بمعصومين، يعني المعصوم أفضل من غير المعصوم، هكذا يعني وجوه للضرورة، هذا واحد منها. ثم في هذه المسألة اختلاف، هذا الذي يذكره المصنف الأشعري فيما بعد. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة. نعم، هذا الذي قلت أولا، في هذه المسألة اختلاف، وتمسكوا بوجوه. الأول أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل، مبرآت من مبادئ الشرور والآفات كالشهوة والغضب، عن ظلمات الهيولة والصورة، قوية على الأفعال العجيبة، عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط. هذا يعني مجموع أدلة هذه الثلاثة، ليس كل ما ذكر دليل لهذه الفرق الثلاثة جميعا، معتزلة فلاسفة بعض الأشاعرة، مجموع أدلتهم هذا، الملائكة أرواح مجردة، هذا دليل الفلاسفة في الحقيقة، هم الذين يتمسكون بهذه يعني التجريد على كما كاملة بالفعل، مبرآت من مبادئ الشرور والآفات، هذا دليل للجميع، يعني الملائكة مبرآت من مبادئ الشرور والآفات كالشهوة والغضب، هذا دليل للبعض الأشاعرة والمعتزلة. ثم كذلك مبرآت من ظلمات الهيولة والصورة، هذا دليل الفلاسفة أيضا. ثم قوية على الأفعال العجيبة، عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط، هذا أيضا مذهب الفلاسفة. فإذا من جملة هذا الدليل ثلاثة منها للفلاسفة. نعم، والجواب أن مبنى ذلك على وصول الفلاسفة دون الإسلامية. نعم. ثم الثاني أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم بدليل قوله تعالى: علمه شديد القوى، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. فإذا الملائكة أفضل معناه في جميع الدرجات، يعني رسل الملائكة أفضل من رسل البشر، ثم بعده يعني رسل الملائكة أفضل من رسل البشر وغيرهما، هناك يتم الأمر. نعم. ثم فإذا هكذا يعني التعليم
يتعلمون ويستفيدون، فالمعلم أفضل من المتعلم. هذا استدلالهم. ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. والجواب أن التعلم من الله تعالى، والملائكة إنما هم المبلغون. لم يكن التعليم من عند الملائكة، بل التعليم من عند الله تعالى، وهؤلاء الملائكة مبلغون فقط. ثم الثالث أنه قد اضطرب في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء، وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. هكذا في الكتاب والسنة ثبت تقديم ذكرهم، ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء، فهذا تقديمهم بالذكر يدل على فضلهم في الخارج. نعم، هكذا تقدمهم في الشرف والرتبة. والجواب أن ذلك لتقدمهم في الوجود، أو لأن وجودهم أخفى، كان وجودهم يعني أقدم متقدم قبل أن يخلق آدم عليه السلام، كان هؤلاء الملائكة موجودين. نعم، شاورهم الله سبحانه وتعالى في خلق آدم. نعم، قال ثم أو لأن وجودهم أخفى، يعني لا يمكن رؤيتهم. الملائكة موجودون لكن لا يمكن رؤيتهم لجميع الناس، لذلك وجودهم خفي، لذلك هذا يعني تقديم في الذكر لأجل هذا الاهتمام. فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى. ثم الرابع قوله تعالى يعني الإيمان بهم أقوى، معناه يعني هم وجودهم خفي بخلاف وجود الملائكة، بخلاف وجود الأنبياء. وجود الأنبياء يعني ظاهر، وكذلك هم يظهرون المعجزة أيضا على صدق دعواهم. نعم، من هذا الجانب هذا تقديم. الرابع قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام، إذ القياس فيما في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى. أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام، لا يستنكف يعني لا يستحيي المسيح، يعني لا يكون لعيسى عليه السلام حياء من أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون يعني هم أيضا لا يستحيون. إذن هنا السياق يدل على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فهذه الآية سياق الآية يدل على أفضلية الملائكة، إذ القياس في مثلية الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يقال لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان، ولا يقال السلطان ولا الوزير. السلطان يعني أعلى درجة، الوزير أدنى درجة. نعم، ثم لا قائل بالفضل بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. فإذا هذا يدل على أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام فقط، فكيف يدل على أن جميع الملائكة أفضل من جميع الأنبياء؟ هذا لا قائل بالفرق بين عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء. لذلك لو دل هذا القول على أفضلية الملائكة من عيسى، فهو دليل على أفضلية جميع الملائكة من جميع المرسلين من البشر. إذ ثم والجواب أن النصارى استعظموا المسيح عليه السلام بحيث يرتفع من أن يكون عبدا من عباد الله. هم استعظموا، علموا حتى يرتفع، يعني رفعوه من أن يكون عبدا. إذن هم جعلوه ابنا لله،
ما جعلوه عبدا لله. فإذا الله تعالى رد عليهم هذا، عيسى لا يستنكف أن يكون عبدا لله تعالى، أما النصارى لا يسمحون بكونه عبدا لله، بل جعلوه إلها أو ابن إله هكذا، بحيث يرتفع من أن يكون عبدا، بحيث يرتفع أن يكون فوق أن يكون عبدا في من عباد الله، بل ينبغي أن يكون ابنا له سبحانه، لأنه مجرد لا أب له. نعم هكذا قالوا. وقال تعالى: ويبرئ الأكمه واللبرص ويحيي الموتى، بخلاف سائر عباد الله من بني آدم، فرد عليهم. هذا دليلهم، استدلالهم، يبرئ الأكمه واللبرص ويحيي الموتى، لأن هذا كلها من علامات الإله، هكذا هم يعتقدوا فيه الألوهية. نعم، بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني آدم، فرد عليه. يعني بنو النصارى علموه بخلاف سائر عباد الله، فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح، ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى. من هم؟ وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم، ويقدرون بإذن الله على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه واللبرص وإحياء الموتى. نعم، فالترقي والعلو إنما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية. هذا سياق، يعني سياق الآية يقتضي هكذا الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لكن هذا العلو والسفل ليس من جانب من دعه النصارى، بل هذا من جانب آخر. نعم، لا في مطلق الشرف والكمال فلا دلالة على أفضلية الملائكة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. انتهينا، الحمد لله ثم الحمد لله، الله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لإتمام قراءته شرح العقائد النسفية مع شرحها للإمام سعد الدين التفتازاني رحمة الله عليه ورضي الله عنهما وأرضاهما ورضي عن جميع من اندفعنا بعلمه، ورضي عن جميع مشايخنا وأساتذتنا ومن في سلسلتهم، ورضي عنا وعن ذوينا وعن جميع أحبابنا وعن جميع المسلمين، غفر الله لنا ولهم أجمعين. ثم أريد أن أجيز برواية شرح العقائد النسفية وشرحه للإمام التفتازاني رحمه الله لكل من استمع إلى درسي من أول هذا الكتاب إلى آخره تماما، أو استمع إلى معظمه. عجزت من استمع إلى درسي وإسماعي لكتاب العقائد النسفية وشرحه للإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى برواية هذا الكتاب مع شرحه، كما أجازني شيوخي، وسأبين لكم شيوخي كتابة في المجموعة إن شاء الله. جزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين، جزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين، وكتب لهم الحسنات وضاعف لهم الأجور. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن شاء الله، وسنبدأ
درس كتاب آخر عن خلال أيام قلائل امتثالا لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. والله ولي التوفيق. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.